المطلب. ورث عبد المطلب عن أبيه هاشم السؤدد والمنعة، ثم شاء الله عز وجل أن يمكن له في مكة بحدثين عظيمين. الحدث الأول أنه رأى رؤيا في منامه أن يحفر بئر زمزم. مر معنا في لقاءات خلت وأيام مضت أن جرهما القبيلة التي تولت مكة بعد نابت ابن إسماعيل ردمت زمزم، فأضحت زمزم تسمع ولا يعرفون عنها شيئا ولا ترى، وإنما تستسقي مكة من آبار أخرى. تكررت الرؤيا على عبد المطلب مرة بعد مرة، فذهب إلى الموضع الذي حدده من كان يخاطبه في الرؤيا فحفر، فلما دنا من موضع الماء وغلب على ظن قريش أن عبد المطلب سيصيب الماء، وهم يعلمون أي سؤدد يعطيه الماء لصاحبه، جاءوا ينازعونه في الماء، ينازعونه في الشرف، ويريدون منه أن يقتسم معهم هذا الشرف، فأبى. ولم يكن يومئذ قد رزق بأبناء كثر، لم يكن له يومئذ إلا ابن واحد، فنذر إن كثر بنوه وأصبحوا عشرة أن يذبح واحدا منهم. غاية الأمر أن قريشا نازعته، فاحتكموا إلى كاهنة بني سعد أو إلى غيرها ممن كانوا يقصدونهم في العرب. وهم في الطريق عبد المطلب ومعه زعماء قريش المناوئون له ضلوا في الصحراء واحتاجوا إلى الماء فلم يجدوا سقيا، فلما أسلموا أنفسهم للموت إذا بناقة عبد المطلب تنبعث، فما أن تقوم بحافرها إلا والماء ينبع. فعلمت قريش أن هذا تأييد من الله له، وقالوا إن الذي سقاك في هذه البرية هو الذي جعل على يديك زمزم عند بيته الحرام، فرجعوا دون أن يصلوا إلى من كانوا يبتغونه في أن يكون حكما بينهم، فسلموا له بالأمر. وهذا زاد عبد المطلب شرفا وسؤددا، قلنا هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك كان أن أصبح الأبناء عشرة، فهم أن يذبح واحدا منهم، فأقرع بينهم، فوقعت القرعة على عبد الله والد رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولم يكن يوم ذاك عبد الله قد تزوج آمنة بنت وهب، فلما وقعت القرعة عليه وهم بأن يذبحه كما نذر، امتنع فريقان. بعض إخوة عبد الله هان عليهم أن يذبح أبوهم أخاهم، وأخوال عبد الله هان عليهم أن يذبح عبد المطلب ابن أختهم، فلجوا إلى من يحتكمون إليه، وذهبوا إلى كاهنة بني سعد، امرأة كانت العرب أحيانا تحتكم إليها. فلما وصلوا إليها أشارت عليهم أن يضعوا عشرا من الإبل في سهم، وعبد الله في سهم آخر، ويقرعوا بينهما، فإن وقع السهم على عبد الله زادوا في الإبل حتى يقع السهم عليها، فقبلوا وعادوا إلى مكة. وصنع عبد المطلب ما أشارت عليه الكاهنة، فوصلت الإبل إلى 100، فلما وصلت الإبل إلى 100 ناقة وقع السهم عليها فنحرها كلها، ونجى عبد الله لما ادخر الله عز وجل في صلبه تلك النسمة الطاهرة المباركة، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.